سين سؤال لو سألت الحين اللي تدربوا في تعليم القيادة، علمونا كل واحد بداية كيف تعلم القيادة قادة السيارة، هل راح في بر، في مكان غير مأهول، في الشارع، في المدرسة، طب بشكل مفاجئ في الازدحام والزحمة؟ طيب أنا بعلمكم على مشكلة البعض يقع فيها ومشكلة خطرة جدا، وهو أن البعض لما يجي يتعلم قيادة السيارة مثلا بيعلمه أبوه أو أي أحد، أو واحدة ممكن بيعلمها زوجها، البعض يبدأ يروح يطب مباشرة في الازدحام وفي الشوارع وفي الإشارات، وهو توه جديد ما يعرف يسوق سيارة. الحجة شنو؟ الحجة حق اللي يدربه يقول أي لازم أنت تدخل في وسط الزحمة والمعمعة عشان تتعلم، طول ما أنك تسوق بروحك ما تتعلم، لازم يسوي له، هذا عسب كلامه، لازم يسوي له مثل اللي بيعلم السباحة على طول يروح يذب في المكان العميق أو في البحر أو في بركة كبيرة. هذا خطأ وخطر. في مدرسة القيادة شلون يعلمون السواقة؟ يعلمون السواقة في مدرسة القيادة خطوات تبدأ 1 2 3 4، يعني ستيب باي ستيب، خطوة بعد خطوة، ما وهكذا، مو بشكل عشوائي. أصلا بعض المدارس في عندهم 3 ميادين، ميدان مبتدئين، ميدان متوسطين، ميدان متقدمين، كل ما تخطي خطوة تروح لبعدها. السواقة يعني فن ومهارة واحتراف، أما التدريب العشوائي لا. وبالمناسبة هناك رابط بحط لكم أمه بيكون تحت في صندوق الوصف أو في الفيديو فوق أو في البايو، بتلاقون رابط، هذا الرابط كنز ثمين من المعلومات والدروس كل ما يتعلق بقيادة السيارة. معكم أخوكم المدرب مصطفى، دمتم بود. عندك سيارة؟ عندي لك متجر عند أشياء حلوة، متجر زين النساء لمستلزمات السيارة، لا يفوتك. حياك، تعالي شوف إيش عندنا، ارفع الشاشة.